أهلا بكم. من خسارة الأرواح على خطوط المواجهة إلى خسارة العيش الكريم تحت خط الفقر، يحدث هذا في بلد الذهب الأسود. ولا غرابة أن تصدر الإحصائية الجديدة عن استلام طلبات أكثر من 340 ألف عراقي إلى قوائم الفقراء والعاطلين عن العمل. الإحصائية الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل كشفت عن إرسال بيانات 343,977 شخصاً إلى الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط. قانون الأمن الغذائي خصص مبالغ للأسر الفقيرة بهدف إعانتها ضمن شروط هيئة الحماية الاجتماعية. إحصائيات الفقر التي تقدرها منظمات دولية تصل إلى أكثر من 10 ملايين عراقي. نداءات عاجلة وتحذير منظمات دولية من خطر ارتفاع نسب الجريمة وتفكك النسيج الاجتماعي بفعل ارتفاع نسب الفقر في البلاد. لكن مع هذا ثمة غرابة صادمة للعقل، حيث العراق الغارق بالفقر يوضع في قوائم أكبر اقتصادات العالم ويتربع على عرش المرتبة الرابعة عربيا من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. صندوق النقد الدولي أعلن مؤخرا توقعات ارتفاع نمو الناتج المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تناقض يثير غضب العراقي الذي يدق باب الأمل بيدين فارغتين من حقه في ملايين الواردات من النفط. هذا هو الأمل، أمل العراقي. وقد ينعم مواطن في بلد فقير الموارد بحياة رغيدة أكثر من العراقي صاحب أكبر بلدان العالم في الثروات. هذا كل ما لدي، شكرا لكم.